في فنان الحقيقة هو يمكن لم ينل قدر كبير من الشهرة، واسمه يمكن مش معروف قوي، يعني لما تقول الفنان رؤوف مصطفى ربما بلغة الشهرة كده مش اسمه مش معروف قوي، لكنه فنان قدير وبديع وما فيش دور مثله إلا لما كان فيه معبر جدا. أول ما تشوف صورته لازم تعرفه وتقول ياه ده كان ممثل هايل. فنان رؤوف مصطفى توفي أمس عن عمر يناهز 77 عاما صباح أمس الأحد داخل منزله، كان بعد صراع مع المرض. هي الدكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية أعلن أنه الفنان توفي بالفعل، وأنه كان لغاية امبارح ما كانتش تحددت مراسم تشييع الجنازة، أعتقد أنها دلوقتي أكيد ممكن تكون اتحددت. كان بيعاني من مشاكل صحية في القلب. فنان رؤوف مصطفى شارك في عدد كبير جدا من الأفلام، يمكن أبرزهم القاهرة 30، الكلام في الممنوع، أيام السادات، محامي خلع، معالي الوزير، ليلة سقوط بغداد، وعدد كبير من المسلسلات منهم ليالي الحلمية وهارون الرشيد وأم كلثوم. الله يرحمه ويحسن إليه الفنان رؤوف مصطفى، حقيقي فنان هايل، وحقيقي الفن خسر فنان تمثيله أكتر من رائع واسمه كبير، وكل الناس اللي عملت معاه تعلم جيدا قدر وقيمة وروعة أداء وإحساس هذا الفنان رؤوف مصطفى في ذمة الله.